السلام عليكم. جعل الله تعالى لعباده المسلمين في كل سنة يوما وليلة هما خير من كل الأيام والليالي، لا بل خير من أشهر وسنين، وهما ليلة القدر ويوم عرفة، ففيهما من الخير والبركة والرزق ما لا يمكن لنا تصوره. وإن كنا لا نستطيع تحديد موعد ليلة القدر، فإن يوم عرفة محدد ومعروف لدى كل الناس، وأفضل ما يمكن فعله في هذا اليوم هو الدعاء، فإن الله تعالى يقترب من السماء الدنيا ليجيب دعوات عباده. وسنذكر لكم الآن خير دعاء في يوم عرفة، فأمنوا معنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكان للرسول عليه الصلاة والسلام دعاء خاص في هذا اليوم العظيم: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح، اللهم يا من أنعمت علينا بهذا اليوم العظيم وجعلته خير الأيام، أنعم علينا بمغفرتك ورحمتك وعطاياك وتوفيقك، يا من فديت عبدك إسماعيل بكبش عظيم، افدنا اللهم واحفظنا من كل شر ومصيبة، وباعد بيننا وبين المصائب والهموم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا من أنعمت على هاجر وإسماعيل عليه السلام بماء زمزم، فاسقنا من أنهار جنتك يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إن عبادك اجتمعوا عند بيتك الحرام يسألونك من فضلك وجودك، فببركتك اللهم وبركة طاعتهم لا تحرمنا الإجابة والفضل والتوفيق. اللهم إن لك عبادا مشتاقين لبيتك الحرام وحرموا من زيارته، اللهم ارزقهم زيارته والطواف حوله والصلاة فيه، ولا تجعلنا اللهم من المحرومين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا وقبورنا، واغفر لنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. إني أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا. اللهم يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين، وصل عليهم في الآخرين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين، واجعله شفيعنا في الآخرة يا رب العالمين، واجمعنا به على حوض جودك وكرمك يا رب العالمين، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران في هذا اليوم المبارك. اللهم بجاه فضل هذا اليوم عندك لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وقد غفرت ذنوبنا، اللهم يا أكرم الأكرمين لا تغرب شمس يوم عرفة إلا وقد استجبت دعاءنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
تقبل دعاءنا بكرمك يا مولانا، ولا تقطع منك رجاءنا، والحمد لله رب العالمين.